عدد سينمائي 100% في لقائنا الجديد في تغطية خاصة لمهرجان فيلم المرأة في صلاة. غادي نتلاقاو مع أبرز ضيفات هذه الدورة 12، بينهم ممثلة المصرية رانيا فريد الشوقي. في هذا الحوار غادي تكلمنا على بداياتها، على الوالد ديالها وحش الشاشة فريد الشوقي، وعلى أعمالها الجديدة. بالمكرمات كذلك الممثلة المغربية هدى الريحاني اللي شفتوها في أعمال سينمائية وتلفزية، بينها تيليفيلم البرتقالة المرة على القناة الثانية. مخرجة تونسية حظت هي كذلك بتكريم في المهرجان هي سلمى بكا. في هذا الحوار غادي نتكلموا معها على السينما، ولكن كذلك على حقوق المرأة والسياسة، بحيث أنها شخصية سياسية ساهمت في إعادة صياغة دستور البلاد كعضو في المجلس التأسيسي الوطني. المغرب كان ممثل في المسابقة الرسمية بالفيلم الجديد ديال نرجس نجار بلا موطن أباتريد. غادي تكون من بين ضيفات هذا العدد مثلها مثل الممثلة أسماء الخميشي اللي شاركت في المهرجان كعضو في لجنة التحكيم. وغادي نختموا العدد بدردشة مع الممثلة المصرية يسرى اللوزي اللي بدأت مسيرتها السينمائية مع المخرج الكبير يوسف شاهين. دوزيم ماغ في تغطية خاصة لمهرجان فيلم المرأة في صلة. كونوا في الموعد.